سالي، وصلنا لمحطتنا الأخيرة، وبرغم طبعا كل الظروف الصعبة ولكن الإبداع والشغف والفن ما بيتوقف على الساحة الثقافية بسوريا. رح نتعرف على مشروع نوافذ اللي بيسعى لترسيخ التراث والثقافة وأيضا الإبداع الفني والموسيقي عبر هذا المشروع اللي مستمر لعامه الثالث على التوالي. رح نتعرف على تفاصيل أكثر عن نوافذ مع ضيفنا لليوم الأستاذ إدريس مراد، وهو مؤسس مشروع نوافذ. أهلا وسهلا فيك أستاذ، ويسعد صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذ إدريس، ويسعد صباحك. يعني رغم الجائحة العالمية اللي عم نواجهها، وأيضا رغم هالانتشار اللي صار موجود عنا للأسف، شفنا أنه مشروع نوافذ مستمر، ولكن كيف بدنا نقول، بشغلات بإجراءات تانية ما توقف. هو خلينا نحكي كيف مستمر رغم هالظرف اللي احنا نمر. تماما، لا طبعا هو السنة الثالثة على التوالي مثل ما قلتوا حضرتكم، مستمر هذا المشروع. المشروع عبارة عن نافذة على الساحة الثقافية والفنية السورية. حقيقة أخذ منحة، يعني أخذ أكثر من منحة في الساحة الثقافية. الاهتمام الأول هو أكثر شيء حقيقة هو يرتبط بما أعمله في أنا بهذا السياق، مسألة الثقافة، يعني هي يتماشى مع الشيء اللي عم بعمله للتراث السوري. مثل ما بتعرفوا أنا متابع للموسيقى السورية وأهتم بالتراث السوري منذ أكثر من 13 سنة، عم بعمل أكثر من نشاط بهذا الاتجاه. فحاولت أنه أخذ مساحة من مشروع نوافذ لهذا الاتجاه حقيقة، فقدمت فيه أكثر من جانب بهذا السياق. مسألت مثلا حتى من الناحية الأدبية حاولت أهتم بالتراث السوري، فعملت أكثر من جلسة مخصصة للأدب المحكي أو الشعر المحكي اللي موجود منذ التاريخ في الثقافة السورية، بالإضافة إلى حتى أدب الوجيز حقيقة. إذا بدنا ناخذ يعني آخر جلستين بهذا المشروع، كمان أدب الوجيز له علاقة، يعني في ناس بيحكوا مثلا القصة القصيرة جدا أو قصيدة الومضة أو إلى ما شابه، هي أشياء جديدة، ولكن إذا بدنا نرجع هي إلى علاقة بقدم التاريخ، مثلا الأهزوجة الأمثلة الشعبية، فهي كلها لها علاقة بهذا الأدب أعتقد. يعني فالموضوع يعني أخذ هذا الاتجاه أولا، وبالاتجاهات الأخرى يعني نحن عملنا خلال 3 سنوات مناقشات، جلسات مناقشة لعدد كبير من الروايات ومجموعات قصصية ومجموعات شعرية، بالإضافة إلى اهتمينا ببعض الأمور الموسيقية الغنائية. مثلا خصصنا شيء للتراث الغنائي السرياني، وجلسة أخرى للغناء الشركسي اللي علاقة بالتراث الشركسي والأرمني، وهكذا. كمان عملنا شيء مهم أنا باعتقادي من خلال هذا المشروع، أنه كرمنا بعض الشخصيات الأدبية المعروفة جدا بسوريا، ولازالوا هن في أعطائهم. يعني الأستاذ الشاعر الكبير نزيه أبو عفش مثلا، قدمنا يعني عملنا له أمسية شعرية، بالإضافة إلى دراسة لمجموعاته أو لأعماله الشعرية بشكل عام. هذا الشيء اللي صار خلال العام الماضي والعام اللي قبله من نوافذ. نعم. وحضرتك حكيت كمان عن مشروع قوس قزح اللي هو كمان للتراث الغنائي السوري. نعم. الفني، ولكن اليوم ضمن هي الجائحة كيف سيقدم هذا النتاج الثقافي؟ هل رح يكون في استخدام مثلا وسائل التواصل الاجتماعي أو ضمن جلسات تحافظ على التباعد المكاني؟ نعرف تفاصيل دقيقة عن هذا العمل. في الحقيقة نحن مثل يعني حسب القرارات المتخذة بهذا الخصوص، المثال الجلسة الأخيرة كان من 3 أيام، كان مخصص لأدب الوجيز، كان في مشاركة لأكثر من 20 أديب مثلا، ولكن اتخذنا
القرارات بشكلها السليم، مثلا مسألة التباعد الاجتماعي ومسألة وضع الكمامات ومسألة التعقيم اليدين قبل الدخول إلى صالة. يعني نحن بالحقيقة كثير مدير بالنا على هذه المسألة. يعني نحن بنعرف أن مثلا حتى يعني الشغلات أو النشاطات اللي لها علاقة يعني النشاطات اللي لها علاقة بجمهور الكبير وصالات كبيرة حاولنا أن نأجلها لوقت آخر. مثلا حضرتك حكيتي عن مهرجان قوس قزح سوريا اللي عم يقيم كل سنة، المفروض كان يكون 30 هذا الشهر، أجلناه إلى شهر العاشر وممكن يتأجل أيام أخرى. يعني هاي المسألة ضرورية جدا أنه نحن ندير بالنا على صحتنا وعلى صحة الآخرين وعلى صحة أدبائنا والفنانين والجمهور والحضور بشكل عام اللي عم يحضر هذا الفن. فبضروري جدا أنه فنتخذ هذه المسائل اللي اتخذتها اللجان المختصة، ودائما وأبدا نحن سواء بمجمع دمر الثقافي أو حتى الإدارة بدار الأوبرا، بما أن النوافذ هي مرتبطة بدار الأوبرا فلازم أحكي هذه المسألة. ممنوع دخول أي شخص بدون كمامات. مسألة التعقيم ومسألة التباعد الاجتماعي نحن كثير دارين برنا على المسألة. يعني ايضا خلينا نحكي ما بين التراث والادب، مشروع نوافذ قديش يعني عبر سنواته الثلاثه اضاف لهذا الموضوع شيء، قد ايه طورنا نحن سنه عن سنه دائما نحن بنعمل اضافات، يعني هيدا الاضافات تكون لتطوير اي مشروع نحن نتمنى نجاحه. هلا انا باعتقادي او انا كصحفي اولا وبعدين كصاحب هذا المشروع عم بشوف دائما انه بكل جلسه من جلسات نوافذ في جديد حقيقه. يعني حتى هي صارت يعني ظاهره ساحه في الساحه الثقافيه السوريه نتيجه يعني بعتقد كل اللي عم يشتغلوا بالساحه الثقافيه اشتغلوا من خلال هذا المشروع. ومثل ما قلت انه وخصوصا انه كان في شخصيات ادبيه كبيره حضرت المشروع وقدمت هذا المشروع لهم اشياء تكريميه ودراسات عن اعمالهم. انا من الضروري دائما عم بحكي من خلال حواراتي ومن خلالكم انه مسألة التكريم الأديب أو الفنان أو أي مبدع مفروض يكون هو بعده في أوج عطائه. فنحن بهذا المشروع نعمل بهذا الخصوص بهذا الاتجاه. يعني مثل ما قلت أستاذنا زي أبو عفش والأستاذ وليد معماري وكثيرين ومن فترة قريبة الأستاذة أمل لايقة، فهناك كثيرين من هذول الشخصيات اللي دائما عم نستضيفهم ودائما عم نعطيهم ودائما احنا عم نعطي يعني تلوين او تنويع لجلسات نوافذ. يعني لا يمكن انه باعتبار هي عباره عن ندوات او جلسات شهريه انه يختلف من شهر لاخر، انه هذا الشهر كان ادب، الشهر الجاي لازم يكون تشكيل واللي بعده موسيقى واللي بعده دراما. فدائما بتشوفي في جديد وفي تنوع بجلسات. هلا بس بدي اسالك عن فحوى نوافذ بحد ذاته، يعني قوس قزح كان الحفاظ على التراث المختلف الغنائي نعم. والفني اللي موجود بالمحافظات السوريه وتسعى لاستقدام نعم. الفنانين من كل المحافظات للمشاركه. نوافذ بما انه الادب هو الاكثر خليني اقول رواجا ضمن هذا طبعاً. المشروع، هل في فحوى معين من هذا المشروع، رساله معينه، الحفاظ على شيء معين، او مثل ما قلت اذا كان الشعر المحكي هو العنوان العريض فيه، هل في وثيقه ادبيه فنيه ثقافيه تسعى لتقديمها من خلال هذا المشروع؟ بكل تاكيد، يعني مثل ما قلت هي نافذه، مشروع هو نافذه على ساحه ثقافيه سوريه، فتضم كل هذه الاشياء، يعني تضم الموسيقى وتضم الأدب وتضم الوضع أو التشكيل والدراما، فهو أكثر تنوعا يعني باعتباره على مدار السنة، فأكثر من تنوعا من مهرجان قوس قزح ومن آلة البزغ ومن كل النشاطات اللي لها علاقة بالتراث الموسيقي والغنائي السوري. نعم. فهون في تنوع أكثر حقيقة، ولكن يعني المجال الأكثر مو شعر المحكي، المجال الأكثر هو الأدب والشعر والرواية والقصة أكثر، ولكن في جانب مهم للتراث، تراث
السوري الغنائي والموسيقي حتى الادبي، يعني له شيء له علاقه في جانب، يعني هي مثل ما قلت لها عده جوانب، جانب الاهتمام التراثي الادبي والموسيقي والتشكيلي حتى، بالاضافه الى الغناء، وحتى احيانا الرقص. مثلا في جلسه من جلساتنا قدمنا الدبكات الجولانيه، يعني قدرنا نشتغل على التراث الجولان، جولان الحبيب يعني. فالامور هاي كلها دائما انا باعتقادي في الى اكثر، يعني اكثر، يعني اكثر رؤى واكثر اتساع في 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 قوس قزح من النشاطات الاخرى. انت بتعرفي، عفوا بالنوافذ، انت بتعرفي بقوس قزح هي عباره عن فرق ورقصات صحيح. وغناء وموسيقى، اما بالنوافذ فتضم كل هذه الاشياء. يعني نحن بنتمنى لمشروع نوافذ يحقق كل شيء بتطمح له. دائما حضرتك ضيفنا وزميلنا الاستاذ ادريس مراد، نورت صباحنا لليوم، وان شاء الله بنكون هيك بمواضيع ثانيه وشيء جديد لمشروع. يعني من الضروري جدا ان اشكر اشخاص اللي وقفوا معي بهذا المشروع وخلوه يستمر 3 سنوات، الاستاذ جوان قرجولي، الاستاذ اندري معلولي، الاستاذ لما مالكي مديره المجمع الثقافي. شكر موصول للكل، بنعتذر مشان الوقت. شكرا لوجودك معنا. شكرا.